السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. هنكمل باقي سلسلة جولاتنا في سوق التلات. هنعرض مع بعض النهاردة أهم المعارض اللي بتكون موجودة في سوق التلات. وأول معرض معانا النهاردة وهو المعرض اللي حضراتكم شايفينه معانا، معرض السجاد. عايزة أقول لكم إن أنا اكتشفت المعرض ده بالصدفة. طبعا زي ما قلت لحضراتكم ما بروحش السوق أساسا، لكن في الجولة دي اكتشفت المعرض ده حاجة كده وهم. اكتشفت إن فيه فعلا خامات حلوة جدا 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 جدا، وهتشوفوا معايا من خلال جولتنا واحنا ماشيين مع بعض دلوقتي. اتضح لي ان في سجاد تركي كمان داخل المعرض ده، وفي اسعار بقى بصراحة. في سجادة عجبتني جدا، لونها وشكلها شياكة جدا، وحتى كمان صاحب المعرض ده فتحها لي كده، عجبتني وكانت بصراحة يعني واكلة دماغي. طيب تخيلوا كده السعر كام؟ حد فيكم كده يقول لي السعر؟ يلا فكروا في السعر على ما نكمل باقي جولتنا. زي ما حضراتكم شايفين هنا الشكل ده والاشكال اللي انتم شايفينها بتناسب الجميع، يعني كل واحده وذوقها وكل واحده حسب امكانياتها. يعني اللي ما معهاش انها تقدر تدفع فلوس كتير في السجاد ممكن تروح المعارض دي. على فكره ده معرض واحد بس، في اكتر من معرض طبعا بيعرضوا السجاد ده، بيبقى معاهم عربيات كبيره اللي هي العربيات النقل الكبيره هي اللي بتنقل لهم الحاجات دي. طبعا المعارض دي بتبقى طبعا زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، يعني ناس جايه من المحله وناس جايه من بورسعيد وناس جايه من المنصوره وناس جايه من القاهره. ما شاء الله السوق مليان وكله معارض بالشكل ده. هنشوف مع بعض في خلال جولتنا النهارده اكتر من معرض وكلهم بيتميزوا عن بعض. لكن انا عجبني جدا 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 المعرض ده، لقيت فيه تشكيله من السجاد بجد هايله جدا، وكمان في معاه تشكيله حلوه جدا لبرده سجاد الطرق وسجاد المطابخ، بجد حاجه فاخر من الاخر. في برده الاسعار، انا سالت مثلا على السجاد، في سجاد بيبدا من 800 و700 و500 كمان، تمام، ده اقل حاجه في الاسعار. وفي سجاد بيتراوح من 2000 وفي 3000 وفي 4000، وفي خامات على حسب كل واحد وامكانياته، تمام. هنا برضو الاسعار في ده الموكيت او السجاد بتاع الطرق اللي هي طرق الحمام او طرق الغرف، ده بيتفرش في الطرق. طبعا كلنا ستات بيوت وعارفين. طبعا مسكت الخامات، في خامات خفيفة جدا وفي خامات ما شاء الله تقيلة، خامة نظيفة جدا، اسعار بتتراوح برضو من سعر لسعر لسعر، برضو كل واحد حسب امكانياته. عايزة اقول لكم ان المعرض ده حاجة كده فاخر من الاخر. صراحة ما كنتش متوقعة الجمال اللي انا شفته داخل المعرض ده. اتمنى اللي لسه اول مرة يشوف السوق ياريت تجربه وتيجي تعملوا التجربة دي عندنا في الزقازيق. طبعا ده بقى مكان تاني خالص مختلف عن معرض السجاد. ايه ده يا فوفة؟ ده معرض خاص بالمفروشات. لقيت برضو في حاجات جميلة وفي حاجات تركي عجبتني قوي قوي قوي، عندهم خامات حلوة قوي برضو. شايفين ده اللي هو الكفر بتاع السجاد، ده كفر تركي. الاسعار بقى انا سأل عليه في وسط البلد وسأل عليه في مول شاهين، الاسعار كانت بتبدأ من 1000 جنيه. ده الخامة عجبتني خاصة ان هي تقريبا انا مش شايفة فيها فرق بين الخامة اللي انا مسكتها النهاردة والخامة اللي انا شفتها في مول شاهين. طبعا الاسعار عندهم بالنسبة للحفظة التركي ما شاء الله عاملة 500 جنيه، يعني يا بلاش. دي دفايات ولا كبرتات؟ والله عندهم تركي. تركي هي دي المجد. المجد العالميه. العالميه. وعندك الارتياد برضو اطفال وكبيره، المجد والشيء. طب دول بقى ايه؟ لحفه معطره، ودي مفرش الدخن. ده المفرش بتاع الفرح. مفرش الدخن تمام. دي بقى اللحفه بقى اللوكس بقى، حاجه نظيفه. دي حاجه اللي اسعارها ايه بقى؟ لا اسعار بقى بتبقى 800 900. حلو والله، جميل جميل. بس الحاف. ايوه والكشمير ده برضو الحاف؟ ده كل دي الحاف، اللي فوق ده كله الحاف. والاطفال اللي هناك ده برضو القطيفه، بس بقى برضو اللي شرط اللي في الاخر دي الحفه اللي هناك الاطفال. دي الاطفال. نفس اللون نفس الشيء. عمالين يسحبوا في دفايات وفي الاخر مش معانا فعلا. ما شاء الله. ساعة مختار عليها كام دفايات؟ 35 و45. عايز فلوس انت هتنزلي يما؟ عايز فلوس انت هتنزلي يا عم؟ دي مش لها دعوه بالثانية. مالهاش دعوه بالثانية دي؟ انا علي يعني؟ يا كريم دي كبرتات؟ ده بورلوس؟ عايزين نقول رجالة مع بعض.
بفوط. اه ما هو بيبقى كله خش يابا خش يابا. دي دفايات طب في سادة في منقوشة. دي الدفايات العادية. دي اسعارها ايه بقى؟ في سادة وفي منقوشة. اه اسعارها ايه؟ اسعارها ايه الدفايات دي؟ تبدأ من 100 جنيه. 100؟ حلو جميل. جميلة البرتقاني دي. طبعا زي ما سمعتوا معانا الاخ اللي كان معايا ده كان بيشرح لنا الاسعار وبيعرفني على الخامات اللي موجوده عندهم. طبعا المجد المجد خامه المجد والعمريه دول معروفين كويس جدا، عندهم خامات نظيفه وحاجه يعني زي ما بنقول فاخر من الاخر، حاجه نظيفه بجد يعني خامتهم بتبقى دايما قطن وحاجه نظيفه. تمام. برضو هنا عندهم حاجات حلوه قوي. امال توما السادة دي اسعارها ايه؟ 215. شكلها حلو. ده برضو ده قسم خاص بالفوط، برضو في اشكال حلوة جدا وبرضو خامات يعني بتتراوح اسعارها وخامات مختلفة بجد حاجات جميلة. تمام الله يرزقكم يا رب، والله حاجات جميلة. سامعين البنت دي بتقول انت بتعملي ايه؟ قابلة. قلت لها انا مستأذنة من مامتك ما اسمعلكيش حس. خفت منها بتقول عباية وجلابية عباية وجلابية. انا بقى هنا كنت حابه ان انا اسيب لكم الصوت بتاع الفيديوهات علشان تعيشوا اجواء الاسواق اللي موجوده عندنا، سواء طبعا اخواتي اللي بيشاهدونا من خارج مصر، عشان تشوفوا الاسواق بتاعتنا الشعبيه وطبيعه الناس فيها بطبيعتهم، طبيعه يعني عايزه اوصف لكم مش عارفه اوصفها. فعلشان كده حبيت ان انا اسيب لكم الصوت علشان تعيشوا بنفسكم الاجواء دي. طبعا زي ما حضراتكم شايفين ده معرض خاص بالملابس، في كل المعروضات اللي انتم شايفينها سواء كانت ملابس استقبال او ملابس خروج او ملابس داخليه او كل الملابس اللي تخص جهاز العروسه عامه يعني. طبعا في الارياف بيجوا عندنا هنا في السوق بياخدوا كل اللي يخص اي عروسه، يعني بيبقى في حاجات كده يعني ما شاء الله جميله، برضو بيحاولوا ان هم برضو يحاولوا ان هم ينسقوا الامور او حسب ظروفهم الماديه ياخدوا اشياء من الاسواق واشياء من المحلات والدنيا بتمشي وزي الفل. هنا طبعا زي ما حضراتكم شايفين عندهم تشكيله حلوه جدا من الملابس، زي ما حضراتكم شايفين يعني لحد ما في اشكال حلوه وفي حاجات برضو سبحان الله لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع. تعالوا بينا بقى خلصنا الجولة هنا ندخل على معرض تاني بيعرض معانا برضو مفروشات بأشكال مختلفة وعنده برضو أسعار، وعايزة أقول لكم إن الأماكن اللي أنا دخلتها دي كلها أصحاب مولات، يعني ده عنده مول في المحلة وأخدت منه الكارت بتاع المول، برضو بتاع المفروشات اللي أنا صورت معاه قبل كده عنده مول في المحلة، وبتاع السجاد برضو عنده مول هناك في المحلة. هنا بقى عارض زي ما حضراتكم شايفين تشكيله هايله جدا من اطقم سراير الاطفال، حاجات جميله جدا بصراحه، في حاجات عجبتني اشكالها حلوه يعني طقمين الاخاره دول ما شاء الله عليهم بصراحه، الاطقم كلها شكلها تحفه. الاسعار بتبدا بالنسبه لمفرش الاطفال من 600 وانت طالع بقى. تمام. طبعا في المعرض ده انا ما كنتش عارفه اصور قوي لان كان معاهم عروسه وكانوا كلهم مشغولين بانهم يخرجوا لها حاجات علشان تختار منها. طبعا زي ما حضراتكم شايفين دي تشكيله من فوط الاطفال وكمان الفوط العاديه للعروسه. هنا برضو معانا تشكيله جميله جدا من مفارش والبطاطين بالشكل اللي حضراتكم شايفينها، عارضين كل الاشكال دي كلها اشكال كرتونيه. طبعا كلنا عارفين مفارش الاطفال بيبقى كلها رسومات كرتون بالشكل ده عشان تجذب ويعني في المستقبل تكون مناسبه مع الاطفال. انا كده خلاص خلصت جوله النهارده وان شاء الله لسه لينا باقي جولات تانية في سوق التلات. السوق ده زي ما قلت لحضراتكم زي مغاره علي بابا. اقول لكم دمتم في امان الله، دمتم سالمين، مع الف سلامه. كنتم مع وفاء الشيخ. الى اللقاء.